على هامش مؤتمر ليب التقني صرح وزير النقل السعودي بأن حصة المملكة من إعادة الشحن البحري في المنطقة ارتفعت إلى 32% هذا العام. اليوم المنصة فيها 70 خدمة من خدمات منظومة النقل، وستتطور أعداد هذه الخدمات لتصل في عام 25 إلى 450 خدمة مؤتممة، وهي ليست عملية جمع لهذه الخدمات فقط، وإنما إعادة هندسة وتسهيل وتوحيد لهذه الخدمات. هي موجهة للأفراد، هي موجهة لقطاع الأعمال، أيضا موجهة للجهات الحكومية اللي تتكامل مع منظومة النقل. اليوم يزاح في عام 22 كمية الأطنان المنقولة على القطارات بالمملكة تعادل إزاحة ما يقارب 2 مليون شاحنة من طرق المملكة الاستراتيجية السككية القطاعية، تتضمن زيادة حوالي 8000 كيلومتر لشبكة السككية بالمملكة. اليوم لدينا شبكة رائدة أطوالها 5500، سيضاف إليها بإذن الله 8000 كيلومتر إضافية. حصة المملكة من الترانسشيبمنت في المنطقة انتقلت من 12% قبل 3 سنوات إلى 32% اليوم. قطاع النقل البحري اليوم يشهد تطور هائل بزيادة ترابط موانئ المملكة. خلال عامين تم إطلاق 17 خط بحري دولي لخدمة موانئ المملكة، مما زاد يعني ترابط موانئ المملكة، سهل عملية الصادرات والواردات وأيضا الانتقال عبر المملكة للدول الأخرى.